السيدة نجاة رئيسة جمعية شباب المستقبل، والسيدة أسماء مالا رئيسة جمعية شباب الخير، و الأخت بالمريد فاطمة رئيسة جمعية نور، وكذلك السيد عشان محمد الكاتب العام لجمعية قدماء المدربين المدنيين. وكنشكرو وتنشكرو الشكر الجزيل السيدة ملكة نائبة الممثلة لمديرية الإقليمية للسلع التقليدية وتصفيقات حارة عليها هذه يسمح لنا بقوم بهذا النشاط هذا النهار هذا عندهم هنا في حي الفلوقي السيد ياسين العمراني الإدريسي. وبالنسبة للأنشطة اللي كاينة عندنا هنايا غادي يكون عندنا واحد عرض ديال الأزياء ديال العريسات ديالنا اللي قاموا تلاميذ وتلميذات المدرسة ديال مدرسة العائدة بتسيير هاد الشابات تبارك الله زوينات وزارات قدامنا غادي يديروا واحد عرض الأزياء. ولكن قبل ما ندوزوا لعرض الأزياء شاخذة معكم ومرحبا بكم جميعا وتصفيقات حارة على المدرسة. فليتفضل مشكورا السيد يونس سكياطي مدير مؤسسة عايدة يتفضل مشكورا باش يقدم أستاذة اللي كتحضر معنا ديما مرحبا بكم وشكرا على الجميع مع الوليد التلاميذ ديالنا وهما ان شاء الله متقبلينك لانك ما كتعود عليهم الا من اجل المصلحه ديالتهم وهذا هو اللي كيبين هذا هو البرهان انهم تيداروا هذه الشوايب ديالهم وهذا نتيجه ديال عمل تقوموا به داخل المؤسسه انا انت ولا الاستاذه الاساتذه اللي معك جميع وتبارك الله عليكم الله يحفظكم زوينات تبارك الله عليكم منورين وميزاتكم نور على نور انكم صيروا لكم تلاميذ ديال المؤسسه ديال مدرسه عايده وتلاميذ اليوم تبارك الله متخصصين
وسط الاساتذه ديالهم فليتفضلنا. تلميذ محسن توري الماضي ديالو نزلتو بخير. ها هو شكون محسن توري الصديق ديالكم غالي عليه وغادي تعلم بها النتيجه في الموسيقى. راه ما عاونو حتى واحد من غير شويه ديال الهادي هو راسه ما عليه كيفكم الشهاده هذا راه اللي ما كيخدمش راه كنقول له ملاك البقالي والشيعات علوم الشيعات والله تعيكم وبقى معنا تلميذة مريم الديني مدرسة عيادة صراحة وتنتمنى المزيد من التألق والتوفيق للبنية ديالنا والتلاميذات والتلاميذ جميعا وتفرجنا على الرصاص ما شاء الله عليهم نورين ومسيرة موفقة إن شاء الله. كمان كنوريكم راسي أنا رئيسة الجمعية منافسة ديال بيعين للأمة ما شاء الله بارني هاد المجهود الكبير والتلميذات ديالو ما شاء الله في المستوى وكنتمنوا لهم مسيرة موفقة وتوفيق. من طرف السيد كريم الهدى هذا تقدم تيفو ديال الزهراء تسليم ديال الشهادة ديالتها من طرف السيد كريم السامي بتقديم الجائزة الرقية البقال. شكرا. فليتفضل سيد كاتب عام جمعية المتقاعدين المدنيين بتقديم الجائزة للنائب ديالنا السيد الياس العربي. نسلم الجائزة ديالتها من طرف السيدة نجاة أسماء الجائزة ديالها عند السيدة أسماء منى رئيسة جمعية شباب الخير. شكرا. نلقى غدا التلميذة ديالنا سلمى الفريزي وغدا تقدم لها الجائزة أستاذة بالمليك فاطمة. فلتفضل مشكورة. الآن غادا تقدم الجائزة لبنتي عويمة الخلادي من طرف السيدة بالمريد فاطمة رئيسة جمعية نور. الآن غادي نقدموا الجائزة لبنتي فدوى الرادي من طرف الأستاذة يسرى السيات. الشخص المتواضع امامكم السيد عربي حميد. زوينه واخويه بيننا كاملين وكنشكركم.